أهلا بكم. من خلال كورس التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي راح ناخذكم برحلة نتعلم من خلالها إنتاج محتوى صوتي محترم جدا من خلال التسجيل بأشهر المنصات العالمية لإنتاج المحتوى الصوتي بالذكاء الاصطناعي. أيضا راح نمر بمجموعة تقنيات نتعلم من خلالها إنتاج النص بالذكاء الاصطناعي وإجراء التحسينات عليه كتفقيط الأرقام وإضافة المقاطع ليتم تعليقه بدون أخطاء لغوية وصوتية. ومن ثم راح نمر بورشة عملية لإنتاج مقطع صوتي متكامل، ثم نمر بورشة أخرى لعمل مونتاج فيديو بسيط باستخدام برنامج كاب كات ليصبح هكذا. محمد مهدي الجواهري الشاعر العراقي البارز ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1923، يعتبر من رواد الشعر الحديث في العراق والوطن العربي. تأثرت أعماله بالتجارب الثقافية والاجتماعية للمنطقة. درس الجواهري الأدب والفلسفة في النجف وتأثر بالتصوف والفكر الإسلامي العميق. كان لديه إسهامات مهمة في تطوير الشعر الحديث، وتميزت قصائده بالعمق الفلسفي والروحاني. عاش الجواهري فترة طويلة من النضال والتأمل، وشارك في الحياة الثقافية والاجتماعية للعراق. كتب قصائد تعبر عن الحب، الوطن والإنسانية بأسلوبه الفريد والمميز. توفي الشاعر محمد مهدي الجواهري في عام 1996، لكن إرثه الأدبي ما زال حياً في قلوب عشاق الشعر العربي، حيث يعتبر أحد رموز الأدب العراقي والعربي الذين أثروا في التجربة الأدبية والثقافية. طبعاً أيضاً راح نتعلم تقنية جديدة في المحتوى العربي، وهي دبلجة النص من العربي إلى لغات أخرى كالإنجليزية وبالعكس. أيضاً راح نتعلم تقنية استنساخ الأصوات بحيث نخلي صوتك العادي يشبه أي صوت احترافي آخر، بحيث يتم التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي وبصوتك أنت. تابعونا في هذا الكورس الرائع.